الآن ناخذ سماد بالشيول من السماد اللي احنا اشتغلنا عليه، ونبدأ نخلي الشيول ينثروا في الأرض علشان تكلفة العمالة. يعني ساعة الشيول 100 ريال، لكن لو تجيب عمال علشان يأدون العمل هذا راح يطول. شايفين الشيول ينثر السماد في الأرض، وبعدين يبدأ بمساواة أو تعديل الأرض. ساعة الشيول 100 ريال راح يرتب لي هذه، وبعدين أنا أجزئها. لكن الآن هو يحط السماد ويساوي الأرض، وبعد ما يضع السماد خلاص يبدأ يخلطه مع التربة ويساوي لنا الأرض. وراح نختبر سمادنا من إنتاجنا، يعني الأغنام اللي عندي أنتجت لي السماد هذا، خمرته الآن تقريبا يعني ربما شهر يعني شيء من الكلام هذا، غير أنه قديم بعضه من يمكن سنوات، لكن ما تم الاستفادة منه، أنا أستفيد منه الآن. وهذه أول أرض راح بإذن الله أزرع فيها ورقيات، وراح أزرع فيها أعلاف، وجميع الأراضي اللي عندي راح أستفيد من السماد اللي موجود بدل ما أشتري من الخارج، باعتبار أنه أنا عندي أغنام. فهذه فائدة لك، أنه إذا عندك حلال في المزرعة كيف تعالج السماد، وكيف تعالج السماد وتستفيد منه أيضا في التربة وأيضا في مزروعاتك. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. احنا راح نشوف يعني حتى النخلة اللي كانت هناك شلناها وحطيناها هنا، لسه راكزينها الآن. طيب احنا عندنا يعني الوعد تقريبا شهر ونص، وبإذن الله ننطلق مع الموسم الجديد بالمحاصيل في جميع الأراضي هذه، الورقيات والأعلاف، بحيث انه احاول اعمل تدوير. الأغنام تأكل الأعشاب والورقيات وتعطيني سماد، وأنا أكل من النخيل اللي موجودة هنا، أيضا أكل من الورقيات، يعني إعادة تدوير للمزرعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم.